بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله بإذن الله معنا محاضرة جديدة من محاضرات إيديوبيك. إن شاء الله النهاردة هنتكلم على البرونكيولايتس. هنبدأ نتكلم يعني إيه برونكيولايتس. هي عبارة عن acute respiratory viral infection في البيشنت أقل من 2 years. بيبدأ بكرايزال بريدرومال سيمتومز، شوية فيفر، راني نوز، وبيكون بعديه persistent cough، وبعد كده ال patient develop tachypnea و chest recessions. ممكن يكون معاه wheezes و crackles on auscultation. في ال image دي بنشوف الفرق بين ال healthy bronchiole وال inflamed bronchiole في ال bronchiolitis. فال healthy bronchiole بتكون lining بتبقى smooth من جوه، في ال air بيقدر يدخل أكتر. اما في الانفلامد برونكيولز بيحصل شويه انفلاميشن، وبعد كده بيحصل ميوكس اكيوميليشن، فبيعمل ناروينج في الاير ويز، فبيدخل هواء اقل، فبيأثر على البريثنج، فبيحصل معاها ريسبيراتوري ديستريس. هنيجي بعد كده نتكلم على الابيديميولوجي ونشوف قد ايه البرونكيولايتس is a very common disease. حوالي 30% من الانفنتس اقل من سنه او في اول سنه من عمرهم يعني بيجي لهم ار اس في برونكيولايتس. 2 ل 3% بيحتاجوا هوسبيتال ادمشن. 2 ل 6% من الانفنتس اللي بيحتاجوا هوسبيتال ادمشن بيحتاجوا بي اي سي يو ادمشن. زي ما احنا شايفين هنا في الكيرف بيكون في significant seasonal variation، بيبقى more common اكتر في شهور الشتاء، January و February و November و December. الاطفال اللي هم بيكون عندهم other comorbidities وجالهم viral infection viral bronchiolitis، دول بيكون عرضة اكتر لل PICU admission. يعني بيكون حوالي one third of the patient with comorbidities بيحتاجوا PICU admission لو جالهم bronchiolitis. وهنا بنشوف الـ most common viruses اللي ممكن تعمل bronchiolitis، ومن أشهرهم والـ most common هو الـ RSV، وبعد كده بيجي الـ rhinovirus، وبعد كده الـ adenovirus والـ bucovirus، بس الـ most common بيبقى الـ RSV. ممكن بيجي بـ single infection، وفي patient بيجي بـ multiple viral infection أو co-infection، ممكن يجي معاه secondary bacterial infection، وده بيبقى 50% of the cases. نيجي بعد كده نتكلم على الـ outcome. إيه الحاجات اللي ممكن تزود الـ morbidity أو الـ mortality في عيانين الـ bronchiolitis؟ أهمهم لو عندنا العيان عنده multiple viral infection، الـ prematurity ده risk factor، أو الـ age أقل من 12 weeks. طبعًا قلنا الـ comorbidities، other comorbidities زي الـ heart disease، congenital or acquired، الـ immunocompromised patients أو syndromic زي Down syndrome. المورتاليتي بتكون uncommon في الـ PICU less than 2%، بس يعني بنشوف إن هي بتبقى higher في الـ developing countries والـ limited resources environment. إمتى عيال bronchiolitis نقول إن ده محتاج PICU admission؟ لو العيال عنده apnea أو hypoxemia، hypoxia، عنده hemodynamic instability ومحتاج cardiovascular support. طيب انا حجزت العيان في الـ PICU عشان عنده professional diagnosis of bronchiolitis، فايه الـ investigations اللي انا محتاج اعملها؟ فمحتاج اعمل MPA اللي هو nasopharyngeal aspirate، ده لو available، مش موجود طبعا في كل المستشفيات او في كل البلاد. tracheal aspirate for culture، وده بتبقى more accurate، أحسن من ال throat swab أو throat culture. chest X-ray يعني on admission بس عشان أشوف ال baseline بتاعتي، وبعد كده أعمل X-ray لو في أي تغيير في clinical condition. بعمل طبعا FBC أو full blood count عشان أشوف برضو الأنيميا والليمفوسايتوزيس، والليمفوسايتوزيس دي من الكريتيريا بتاعت الفيرال انفكشن. بشوف الرينال فانكشن والالكترولايتس بيز لاين عشان ده هيساعدني في اختيار الاي في فلويدز والمانجمنت بتاعت الاي في فلويدز لو العيان في اول يوم او اتنين مش هيبقى على فيدنج.
هحتاج طبعا اعمل بلاد كالتشر عشان لو في اذر كوموربيديتي او كوانفكشن، يورين كالتشر، لومبر بانكتشر بالذات في العين اللي هو البري تيرم او النيونيتس او اليونجر بيبيز، او لو في معاهم ابنيا. ممكن احتاج ايكوكارديوجرافي لو العيان عنده ريكارنت برونكولايتس انكسبلايند او ريكارنت كاردياك ويز، سوري ريسبيراتوري ويز، الام بي اي نيجاتيف ومفيش عندنا سبب واضح للانفكشن او الريسبيراتوري ديتيريوريشن اللي عند العيان. ودي هنا شكل الاكس راي العيان عنده برونكولايتس. بنشوف ان هي هايبر انفليتد لانجز، بتكون اكتر من يعني اراوند 10 ريبس، الدافرام بيكون شويه فلاتنت، ومش شايف يعني يعني زونال كونسوليديشن او كولابس. والعيان كلينيكالي عنده increased work of breathing، هايبوكسيا او هايبوكسيميا، تاكيبنيا، تاكيكارديا. مع الاكس راي بتساعدني ان انا اعمل establishment للدايجنوزس. بحتاج برضه افكر يعني لو العيان ده ما بيتحسنش او recurrent bronchiolitis، او ايه الديفرنشال دايجنوزيس بتاع البرونكيلايتس اللي انا ممكن افكر فيه لو عيان جالي ب increased work of breathing وهايبوكسيا. فممكن محتاج افكر في السبسيس، وطبعا منجايتس، الانكفاليتس لو younger children، والابنيا presentation، المايوكاردايتس لو في عندي كارديوميجالي في الاكس راي، وهيموداينامك instability في النيونيتس. افكر في التوتال انوماليس بالمونري فينس درينج او تي بي في دي، وشوف مع هذا الكاردياك ساينز لو فيه ساينز اوف هارت فيلير، هيباتوميجالي في الاكس راي، برومننت بالمونري فاسكولار ماركينج، والبالمونري بلاثرا، ان سوبرا كاردياك في العينين اللي هم سوبرا كاردياك تي بي في دي تايب. وطبعا هبقى محتاج اعمل ايكو عشان اتاكد ان البالمونري فينس درينج كويس ومفيش فيه انومالي. برضه العيان عنده increased bronchovascular marking وكارديوميجالي، فبرضه فكر في cardiac causes زي ال VSD وال ASD. عينين ال immune deficiency لو في عنده PCP نيمونيا، ال disease very extensive، ال X-ray changes massive، difficult to oxygenate and ventilate. في عندنا كمان airway abnormalities زي الفاسكولار رينج، عيان عنده ويزيس ان اكسبلايند وريكارنت هوسبيتال ادميشن وفيلد اكستوبيشن. فممكن افكر بقى في حاجات الايرواي او الفاسكولار رينج، اي حاجه عامله كومبريشن على الايرواي فبتعمل لي الريسبيراتوري سيمتومز والويزيس دي. طيب انا دلوقتي خلاص شخصت العيان ده برونكيلايتس، فايه التارجت بتاع المانجمنت بتاعي؟ ايه التارجت بتاع التريتمنت بتاعي؟ ان انا محتاج اقلل الورك اوف بريثنج، العيان ده هيكون تاكيبنيك وعنده increased work of breathing، عايز اديله enough oxygen عشان الهايبوكسيا والهايبوكسيميا، اديله adequate caloric intake و active management for secretions اللي هو frequent suctioning او physiotherapy لان العين بروكلاس بيكون عندهم excessive secretions. وطبعا محتاج اعمل management لل fluid balance، ال input وال output يكون well monitored. طيب هنبدأ بـ Respiratory Support. هنبدأ نحط العيان على Non-Invasive Ventilation، يعني ممكن نجرب الـ High Flow لو Available، ممكن نحطه على CPAP. وزي ما احنا عارفين ان هو الـ Bronchiolitis Patient ده من أصعب العيانين اللي انت ممكن تحطه على Ventilator. بس طبعا يعني العيان لو اتحط على Non-Invasive ومفيش Improvement، فأنا ممكن أفكر أعمل Escalation للـ Intubation والـ Ventilation. ومن ضمن الأسباب دي إن هو العيان عنده recurrent apnea، clinically worsening work of breathing ومبتحسنش بال non-invasive، difficult oxygenation أو ventilation، الهيمودينامك instability بدأ يكون ضغطه مش stable، tachycardia، اللاكتيت بيعلى. طيب خلاص أنا قررت إن أنا هحط العيان على ventilator، فأنا محتاج هاخد الجايدلاينز بتاعه الانتيوبيشن. فزي ما اتكلمنا قبل كده في بعض محاضراتنا قبل كده ان في انتيوبيشن تشيك ليست، النيزل تيوب بريفيرد في بعض السنترز لان السكريشنز بتبقى لوز، فالعيان بيبقى مور سسبتبل ان هو يعمل سيلف اكستيوبيشن. فالناس بتفضل النيزل تيوب بتبقى ويل سكيورد واسهل في المانجمنت بتاع السكشننج والسكريشنز. لو العيان عملوا سيلف احسن من سيلف اكستوبيشن، فانا برضو بحط في دماغي ان انا ممكن احط له ايه نيزل تيوب انستد اوف اورال
تراكيليوم. هي بعد كده الفيتريشن استراتيجيز، طيب انا محتاج ان انا ادي العيان ده اكسجين كويس يخلي الساتوريشن 92 تو 96، ممكن هيبقى ساتوريشن اقل من كده شويه لو هو ديفيكلت تو فنتريت. السي او 2 اتارجت شويه هاير سي او 2 لحد البي اتش يكون اكتر من 7.25، وده تبع اللانك بروتكتيف استراتيجيز اللي هو اللو تايدل فوليوم ولو بيب، سوري لو بي اي بي وهاي بيب. شست فيزيوثيرابي ده مهم جدا بالذات لو في لوكال تشينجز او في ساينز اوف كولابس، والالترا البيت سايد الترا ساوند هيكون ليه بنفيت هنا لان العيان مش هيحتاج يعمل اكس ريز كل شويه، فهقدر اتابع بيه العيان. ال 3% سلاين مش روتينلي يوزد، في ناس بتستخدمه لو في عندنا فيري ثيك سكريشنز وديفيكلت تو كلير ات، في عندنا كولابس او كونسوليديشن. نيجي بعد كده للبرونكو دايليتورز، يعني ملهاش رول بس كان في ترايل كده ان هو التشيلدرن اكتر من 1 يير سنهم اكتر من سنه وفي عندهم سترونج اوف اتوبي او سترونج اوف رياكتيف اير واي زي عيان الازمه، فممكن ادي برونكو دايليتور، لكن هي مش ستاندرد مانجمنت في البرونكولايتس. وطبعا مفيش اي رول للسترويدز، في ستيرويدز لكن ملوش اي رول في البرونكولايتس. نيجي بعد كده للاكستيوبيشن، بعمل اسسمنت للعيان اللي هو على فنتليتور، بعمل له اسسمنت كل 12 ساعه اشوف العيان ده عادي ولا لا، وبكونسيدر ان البيك اوف النس في البرونكولايتس بيكون من 3 ل 5 ايام. بعمل له اكستيوبيشن مش روتيني للبوزيتيف بوزيتيف بريشر فنتليشن زي الان اي في او الهاي فلو، الا لو في عيان عنده اذر كوموربيديتيز زي كرونيك لانج ديزيز او نيرو ماسكلر ويكنس او العيان ده حصل له فيلد اكستيوبيشن قبل كده. نيجي بعد كده للفلويد مانجمنت، اولويز يوز ايزوتونيك فلويدز، بنعمل فلويد ريستريكشن 60% لو العيان على اي في فلويدز و80% لو العيان على انترال فيدز، واحسن يكون على انترال فيدز. افويد اكسسيف فلويدز وخلي البيشنت على الدراير سايد. موتيف فور هايبرتريميا ديو تو سياده. بالنسبه للسيديشن محتاج اعمل بروبر سيديشن عشان ده بيحسن ورك اوف بريثنج، وفي نفس الوقت بيخلي العيان مور سينكرونايزد مع الفنتاتوري سبورت اللي انت مديهوله. في كذا سكور للسيديشن سكور، من اشهرهم الكومفورت سكور، وده بعمل ايمنج ل 18 تو 25. البرايورتي للانترال سيديشن احسن من الاي في، بيكون اسهل في الويننج واقل في الويدرول سيمتومز. مونيتور اوف سيمتومز اوف ويدرول افتر اكستيوبيشن، تخلي بالك العيان ده هو عنده انكريز ورك اوف بريثنج، ده بسبب ان هو نون ريزولفنج باثولوجي ولا ده بسبب الساينس اوف ويدرول من السيتيشن اللي احنا كنا بنديها له ديورنج الفنتاتيف سبورت. زي ما قلنا النيوتريشن ده مهم جدا، انسرشن اوف نيزو جاستريك تيوب ستيب، نحاول نبدا الانترال فيدنج as soon as possible once the patient is stabilized، فنبدا له انترال فيدنج بنيزو جاستريك تيوب. تشيك الويت توايس ويكلي لو البيشنت اقل من 6 شهور، ويكلي ان اولدر تشيلدرن، شوف العيان ده جينينج ويت ولا لا، وهل الويت ده هل هو فلويد ريتينشن ولا العيان فعلا بيجين ويت. اخيرا عايزين نقول ان البروكلاسي ده فيري كومن وفي significant seasonal variation. الايرلي ديتكشن ده بيساعد ان هو يحسن الاوتكم ويقلل الهوسبيتال ستاي ويقلل البردن على الكوميونتي وعلى الهوسبيتالز والبيدز. adjuvant therapy ده مهم زيه زي respiratory support. الفلويدز والنيوتريشن مانجمنت نفس اهميه respiratory support. برضو نخلي في بالنا كده ان لو العيان ده عنده recurrent bronchitis او recurrent hospital admission with chest wheeze، فمحتاج افكر في diagnosis تاني او other differential. وزي ما بقول دايما ان ال teamwork ده من اهم العوامل اللي بتساعد على ال good prognosis وال good outcome لعيان ال ICU. شكرا
جزيلا ونشوفكم في محاضرة جديدة من محاضرات إيديوبيك.